بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية شباب. في لقائنا الثاني الخاص بالوحدة الثانية، احنا بدينا في الوحدة السابقة كانت حول القياسات في الفيزياء، وأكملناها في آخر جزئية. وبعد كده دخلنا في الوحدة الثانية، أخذنا حولها كمقدمة بسيطة وكانت في بعض التفاصيل. رايحين نعيدها إن شاء الله اليوم ونكمل معاها الجزئية الخاصة في الوحدة الثانية. وبالتالي الوحدة الثانية راح نعرف رؤوس الأقلام الخاصة فيها، وهم كذلك الهدف الأساسي اللي راح ندرس فيه في خلال الوحدة الثانية. طبعا الوحدة الثانية بشكل مختصر، وهذا تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية، هي تتكلم عن الكوردينيت سيستم اللي هو عبارة عن الإحداثيات الخاصة في كل شكل من الأشكال، ممكن تكون في ثنائية البعد وممكن تكون في ثلاثية الأبعاد بناء على الشكل اللي رايحين ندرسه. فحنا رايحين ندرس عدة أشكال، وهذه من الفوائد اللي رايحين ندرسها، إن رايحين ندرس عدة أشكال. طبعا لكل جزئية يوجد هناك تطبيقات خاصة فيها. فأول هذه الأهداف اللي حابين نتعلمها وهي اللي رايحين نركز حولها هي عملية التحويل من نظام إلى آخر. يعني فرضا عندك النظام الكارتيزي راح أحوله إلى النظام الأسطواني، أو النظام الأسطواني راح أحوله إلى النظام الكارتيزي. هم كذلك في جزئيات ممكن أحول من النظام الكارتيزي إلى النظام الكروي، وهم كذلك العكس من الكروي إلى الكارتيزي. ونفس الشيء راح أتعامل مع الأسطواني والكروي والتبادل ما بين هذه الأنظمة. طبعا في الجزئية الخاصة في عملية المحاور الكوردينيت سيستم هي تحديد النقطة، يعني تحديد البوينت الكارتيزيان أو السلندريكال أو السفيريكال. فبالتالي يوجد هناك عدة طرق لعملية التحديد. طبعا توجد هناك عدة تطبيقات، ممكن تكون في التطبيقات الجغرافية، نلاحظها في فرضا في جهاز الجي بي اس تحديد الأماكن، نفس الشيء في تحديد عملية دراستنا إلى الشحنات والمجالات المغناطيسية ودراستنا إلى الإلكترون. فبالتالي يعتمد تحديد المواقع وتحديد البوينت اللي يتواجد فيها العنصر أو اللي يتواجد فيها الجسم اللي حابين ندرسه. طيب هذه احنا رايحين نتكلم فيها من ناحية رياضية، ممكن وغالبا ما بيكون الحسابات من ناحية رياضية. فأول هذه الجزئيات واحنا تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية هي عبارة عن الإحداثيات الكارتيزية أو ما تسمى كارتيزيان سيستم، يعني كارتيزيان كوردينيت سيستم اللي هو المحاور أو الإحداثي الكارتيزي. طبعا الإحداثيات الكارتيزية هي مشهورة حول عنصر الـ X، يعني محور الـ X ومحور الـ Y ومحور Z. طبعا لما نتعامل مع الـ X يعني بشكل مفرد راح يكون في بعد واحد، لما نتعامل مع مستوى الـ X والـ Y، يعني فرضا الـ X والـ Y راح نتعامل مع مستوى في بعدين، ولما أتعامل في ثلاثية الأبعاد إضافة إلى المحور الثالث Z. فبالتالي عندي المحور Z متعامد على المستوى الخاص في الـ Y والـ X، هذه الإحداثيات. بالتالي لو كانت عندي نقطة يكون D تكون في الإحداثيات الثلاثة أو المحاور الثلاثة الـ X الـ Y و Z. طبعا هذه الكارتيزيان سيستم أو الكارتيزيان كوردينيت سيستم طبعا راح أختصرها مثل ما بيناها بموضوع الكارت في اسم العالم، يعني كمختصر العالم الكارت. طيب الجزئية اللي هي عبارة عن الـ X والـ Y و Z. الجزئية الثانية اللي حاب اتعامل معاها هي البولار سيستم. البولار سيستم او ما يطلق عليه المحاور الدائرية او القطبية، فراح احتاج الى
محور الار وراح احتاج الى الثيتا وراح نبينها هذه تكلمنا عنها في المحاضره الماضيه بس راح نعيدها مره ثانيه. وهم كذلك عندي السلندريكال راح اتعامل مع الار وراح اتعامل مع الثيتا وراح اتعامل مع الزي هذه الجزئيه. طيب الجزئيه اللي راح نتعلمها في الاخير هي سفريكال راح يكون عندي رو ويكون عندي ثيتا يكون عندي الزاويه فاي راح نبينها هذه الجزئيه. فبالتالي احنا دراستنا هدفنا ممكن نحول من الكارتيزي الى البولر كوردينيت احنا هذه ما راح نشير لها بس لكن بشكل مختصر بس لكن اللي يهمني فرضا من الكارتيزي الى السلندريكال من الكارتيزي الى السفريكال او العكس او العكس يعني يعطيك السلندريكال ويطلب منك الكارتيزي ويعطيك السلندريكال ويطلب منك السفريكال وهكذا ممكن يكون بهذه الجزئيه او بجزئيه ثانيه يعني من السلندريكال الى الكارتيزيان بشكل متعاكس ونفس الشيء بالنسبه الى موضوع السفريكال والكارتيزيان. فبالتالي فيكون هناك تبادل في الانظمه رايحين نجري عليه ونلاحظ هذا من خلال الامثله. طيب اول هذه العناصر اللي حابين نتكلم عنها مثل ما بينت هنا تكلمت عن نظام الكار. الجزئية الثانية اللي حاب نشير إليها شباب عشان تكون واضحة بالنسبة لكم هي البولر كوردينيت. البولر كوردينيت يعني راح أتعامل مع الآر والثيتا. هذه الجزئية يعني ثنائية البعد لما يكون عندك المحور الاكس يكون عندك المحور الواي توجد عندك نقطة هذه يكون عندك من الاورجن اللي هو عبارة عن نقطة الاصل الى النقطة تكون عندك الآر وطبعا يوجد عندي زاوية هنا عبارة عن زاوية ثيتا زاوية ثيتا. طبعا تعريفنا للزاوية ثيتا هي الزاوية من الـ reference الـ x راح تتحرك counter clockwise فبالتالي عكس عقارب الساعة فراح تتغير قيمة الثيتا بتغير موقع البوينت فبالتالي راح يتغير موقع اللي هو اتصالها مع الآر يعني بالتالي ممكن تكون في الجزئية هذه من النقطة هذه راح نفس الشيء هذه الجزئية نفس الشيء فهنا الحركة تكون بشكل دائري راح يتغير موقع البوينت دي طبعا عرفنا الآر وعرفنا الثيتا هذا بالنسبة إلى البولر كوردينيت. طيب الجزئية المهمة واللي رايحين نركز حولها هي عبارة عن السلندريكال كوردينيت. السلندريكال كوردينيت راح يحتاج الى الار والثيتا والزد هذا كله تكلمنا عنه في المحاضره الماضيه بس هنا بشكل اعاده مختصر فبالتالي في هذه الجزئيه فرضا كان عندك عندنا الواي عندنا Z عندنا X واحنا قلنا ان الـ R يقع ما بين الـ X والـ Y فبالتالي الجزئية ان الـ R
هذه النقطة. طيب هي شكل حركة دائرية. فاللي راح تصنع زاوية ثيتا، زاوية ثيتا ما بين الإكس والآر، يعني باعتبار أن هذا الآر وهذه الزاوية ثيتا. طيب الجزئية اللي حابين أن ناخذها طلبا هي أن عفوا الجزئية هذه خاصة أن الزد أن الأسطواني راح يقابله من ناحية وجود الزد كعنصر كمحور يعني ثالث الخاص بالأسطوانة، بحيث أنه يكون عملية البروجيكشن خاصة في البوينت خاصة في البوينت. هذه الجزئية شباب عندي الآر والثيتا كانها بالحركة الدائرية، وبحكم أن وجود الأسطوانية راح أتعامل مع العنصر الزد، راح أتعامل مع العنصر الزد اللي يكون مقابل إلى الزد في المحاور الكارتيزية. طيب الآن هدفي الأساسي هو عملية التحويل، أني أحول من النظام السلندريكال إلى نظام الكارتيزي، فبالتالي راح أطلق يعني convert from cylindrical إلى الكار إلى الكارتيزي. طيب سلندريكال راح يكون عندك يعني عشان يكون شباب عندكم الأمر واضح، اصنع الجزئية هذه من يطلب منك من فرضا من إلى أنك تصنع الجزئية هذه، يعني طالب مني إيجاد من سلندريكال يعني الآر والثيتا والزد، طالب مني أحولها لوين؟ أحولها إلى الكارتيزي. الكارتيزي يعني طالب مني الX والY والZ، يعني راح يكون في السؤال أن هذا given يعني معطى وهذا المطلوب. طيب علشان أوجد الX والY والZ هنا راح أستدعي الدوال المثلثية، راح أستدعي الدوال المثلثية عشان أوجد الـ X والـ Y والـ Z، فراح أستعين بمثلث موجود عندي اللي صنع لي. فالدوال المثلثية أنا عندي دالة الكوساين، كوساين ثيتا هي عبارة عن إيش؟ adjacent over homogeneous، هو عبارة عن المجاور على الوتر. فإذا كانت زاوية ثيتا ما هو الضلع المجاور لها؟ هي الإكس، والوتر باعتبار أنه هو الآر، فأنا مطلوب عندي شنو؟ الإكس. راح أحصل على الإكس هي عبارة عن آر طرفين في وسطين، طرفين في وسطين، فآر كوساين ثيتا. طيب الدالة المثلثية الثانية هي الساين ثيتا، الساين ثيتا هي عبارة عن ايش؟ واي على ار، فنقول عبارة عن واي تساوي ار ساين ثيتا طرفين في الوسطين، فحصلت على الواي. طيب ضل عندي الزد، الزد هو مساوي لاحظ انه هو مطابق الى الزد الموجود في المحاور الكارتيزي، يعني هذا مساوي لهذا الزد الموجود فيه. فنلاحظ هنا عبارة عن ان الزد مساوي الى الزد، تسجل نفس الرقم الموجود عندي. فبالخلاصة بامكاني اني اسجل هذه عملية الاستنتاج، فمباشرة اقدر اسجل ان الاكس
هو عبارة عن طالب مني الكارتيزي صح؟ يعني طالب مني تحويل من النظام الاسطواني للنظام الكارتيزي. فحصلت على الآر كوساين ثيتا. نفس الشيء واي تساوي آر ساين ثيتا. وهم كذلك بالنسبة إلى موضوع الزد. الزد هي مساوية. طيب هذه عبارة عن الجزئية رقم واحد. Compare from cylindrical إلى الكارتيز. طيب لو طالب مني العكس. الخطوة الجاية راح نشرح العكس. راح نشرح العكس. يعني compare from cartesian car to cylindrical. طيب يعني طالب مني راح يعطيني ال x وراح يعطيني ال y وراح يعطيني ال z. علي اني احولها لوين؟ احولها الى الار، احولها الى الثيتا، واحولها الى ايش؟ الزد. طيب هذه الخطوه خلينا نشرحها. علشان اوجد الار ارجع الى الرسم. الار لو تلاحظ انه في المثلث قائم الزاويه، هذا افترض المثلث قائم الزاويه، هذه عباره عن الاكس، بالتالي هذه عباره عن الواي. عشان اوجد الار هو عباره عن الوتر، بالتالي راح احصل على الار هو مساوي جذر نظريه فيثاغورس الاكس تربيع زائدا الواي تربيع. طيب شنو بعد؟ عندي الثيتا. الثيتا من وين احصل عليها؟ مثل ما ذكرت شباب راح نستدعي دوال يطلق عليها الدوال المثلثيه. من ضمن الدوال المثلثيه هي ايش؟ التان ثيتا. تان ثيتا هي عباره عن ايش؟ واي على اكس. فنقول علشان اوجد الثيتا مخلوق التان واي على اكس. طيب طلع عندي الزد. الزد مثل ما ذكرنا هو مساوي الى العنصر الموجود في الاحداثيات الاسطوانيه. فالزد مساوي للزد. طيب كده حصلنا على الار، حصلنا على الثيتا، حصلنا على الزد. طبعا هذه عباره عن التحويل من ناحيه القوانين. بإمكان أن هذه رموز تتحول إلى أرقام، يعني الـ X والـ Y والـ Z تحول إلى أرقام، فعليك أنك تحولها. عملية التعويض بشكل مباشر هنا راح تحصل على الثيتا نفس الشيء، راح تحصل على الـ Z. بالتالي هذا القانون وهذا القانون وهذا القانون في عملية تحويل from cartesian to cylindrical، وهنا العكس from cylindrical to cartesian. فهذه الجزئيات الخاصة في عنصر الإحداثيات الكارتيزيان والإحداثيات الاسطوانية. طيب الجزئية الآن هذه كلها مراجعة في المحاضرة الماضية وتكلمنا عنها مرة ثانية عشان توضح الفكرة والصورة. العنصر الثالث اللي حابين نتكلم فيه شباب هو عبارة عن ايش؟ سبريكال كوردينيت. في spherical coordinate ايش راح نحتاج؟
spherical coordinate هي عبارة عن إيش؟ رو هذا راح نميزه في الرسم، وعندي الثيتا، عندي الفاي، رو والثيتا والفاي. طيب الآن فرضا أنا موجود عندي عبارة عن هنا الواي الزد الاكس، مثل ما ذكرنا ان الار هو ما بين ايش وايش، الار هو عبارة عن بين المستوى الاكس والواي، عبارة عن الار. وطبعا انا عندي ثيتا هنا هذا الجزئية، ونفس الشيء ان اطلقنا يعني كبوينت ان وجود عندي عبارة عن خلينا اللون واضح فرضا اللون الاخضر، انه راح يكون عندي خط مستقيم واصل من البوينت الى الاورجن، هو يطلق عليه هنا الضوء. فلاحظ كون لي مثلث قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية، علشان يوضح لك صورة المثلث يكون رسم دقيق، علشان أكون مثلث قائم الزاوية خليني أبعد العنصر رو بشكل أبعد، يعني فرضا بالشكل. طيب وعندي ولنفترض الزد، يعني هذا الرو هذا عبارة عن زد، هذا عبارة عن مثلث قائم. طيب هنا انشأت الثيتا، طبعا راح تنشأ زاوية أخرى هي ما بين الرو، ما بين الرو والزد، يطلق عليها بالجزئية الجديدة هذه هي عبارة عن فاي، عبارة عن فاي. يعني أنا عندي هنا زاوية فاي، هنا عندي زاوية ثيتا، الثيتا هي ما بين الآر والإكس، والفاي هي ما بين الرو و الزق كمحاور خاصة في الكروي. فلاحظ الجزئية هذه إذا اعتبرنا أنها الـ R بهالشكل، فإذا الرو راح يكون عندي بالشكل دائري الخاص عشان شكل لي بشكل الفرن، يمكن رسم واضح أكثر راح يبين لك. فلو رجعنا إلى الصورة الخاصة هنا عندنا في بداية هذا الجزئية، هذا الجزئية عليه هنا فرضا R، وهنا الرو من ناحية موجودة في تكملة الدائرة، تكملة الكرة. فخلينا نرجع هنا، أول الجزئيات اللي حابين أحصل عليها هي المحاور، يعني from spherical to cartesian، يعني convert spherical to cartesian. طيب from spherical to cartesian، فبالتالي يعني راح يكون عندي من رو وثيتا وفاي الى الاكس والواي والزد. طيب اول هذه النقاط ان لابد أن نعرفها، أن الثيتا هي تنتمي لإيش؟
من نقطة الصفر إلى 2π. طيب الفاي تنتمي إلى إيش؟ من الصفر إلى الباي، صفر إلى الباي. يعني لاحظ الفاي من الصفر إلى الباي. طيب كيف أحصل على الإكس؟ هنا نفس الشيء، راح أرجع إلى الدوال المثلثية خاصة في الساين والكوساين. فأنا عندي عبارة عن أن الإكس مساوي لإيش؟ آ كوساين ثيتا. طيب والواي عبارة عن إيش؟ آ ساين ثيتا. طيب هنا كان عملت بهالجزئية هذه خاصة في موضوع السلندريكال. هنا لابد اني احصل على الار واميزها بالعنصر، لان عندي الخط المستقيم الروم. لو تلاحظ هنا كون لي مثلث قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية اللي رايحين نلونه باللون الاخضر. مثلث قائم الزاوية هالشكل، هذه عبارة عن Z، هذه عبارة عن Rho. طيب وهذه عبارة عن الزاوية Phi، صح؟ حكم أن الزاوية Phi هذه مساوية للزاوية Phi هالشكل. طيب هالجزئية هذه اني راح استنتج وان هذه الار، هذه عبارة عن الار. لاحظ ان هذا العنصر هو الار، لا عندي رو وزيد هو ار. طيب علشان احصل على الار راح استدعي الدوال المثلثية التالية. نقول ان كوساين ثيتا عفوا كوساين فاي هو عبارة عن ايش؟ المجاور على الوتر، مجاور على الوتر، يعني عبارة عن زد على رو. طيب هم كذلك عندي ساين فاي هو عبارة عن الأوبوزيت أو الكونتينيوس، بالتالي المقابل على الوتر، الآر على رو، لأن الضلع المقابل إلى الفاي. طيب وكذا بإمكاني أني أحصل على الزد والآر. نقول الآر هي عبارة عن إيش؟ آر مساوية إلى طرفين في الوسطين رو ساين فاي و الزد هي عبارة عن رو كوساين فاي. طيب هذه استنتاجاتنا، خلينا نرجع لهم بساعد تحويل من سفريكال إلى الكارتيز. فعلشان أحصل على الإكس، الإكس تساوي الإكس هي عبارة عن R كوساين ثيتا. الR شنو؟ فاي عفوا رو ساين فاي. فأقول رو ساين فاي كوساين ثيتا، كوساين ثيتا. طيب الواي نفس الشيء، يكون عندك رو ساين فاي ساين ثيتا. احنا جايين نطبق هنا شغل الزد، استنتجت انا من خلال هذه الجزئيه هي عباره عن ايش؟ رو كوساين فاي. بالتالي انا هنا في الخطوات حولت من سفريكال الى الكارتيزيان، من سفريكال الى الكارتيزيان في ثلاث معادلات.
طبعا باستنتاجنا من خلال الرسم من خلال استخراجنا الى المثلث قائم الزاوية. طيب هذه الجزئية لو حبيت انك تحول العكس، حبيت انك تحول العكس فرضا يعني convert الكار الى صفر كار في الصفر كار. المقصود فيها ايش تحتاج؟ يعني راح يعطيك الاكس الواي والزد، تحولها لوين؟ الى الرو الثيتا والفا. هذه الجزئية بنقول عبارة عن الإيجاد السفريكال يعني الرو في البداية. كيف راح احصل على الرو؟ خلينا ناظر المثلث. طبعا عشان احصل على الرو اعتبارنا المثلث هذا قائم الزاوية، بالتالي راح استخدم نظرية فيثاغورس. رو هي عبارة عن ايش؟ يعني مربع الضلعين، يعني مربع الضلع الاول زائد مربع الضلع الثاني، بعد كده بتاخذ الجذر. انا عندي الار هو عبارة عن ايش؟ الار هو عبارة عن جذر الاكس تربيع زائد الواي تربيع. يظل عندي هنا العنصر الزد. شو اللي راح يكون؟ راح يكون عندك جذر الار تربيع زائدا الزد تربيع. طيب يعني يساوي جذر الاكس تربيع زائدا الواي تربيع زائدا الزد تربيع. هذه عبارة عن رو. طبعا ثيتا بحكم ان ثيتا هي موجودة ما بين الاكس والواي، وبالتالي لفهم الدالة المثلثية التان نقول ثيتا هي عبارة عن مقلوب التان الواي على الاكس. طيب ظل عندي، ظلت عندي الفاي. علشان اوجد الفاي يوجد هناك يعني بجزئية بامكان اني اصنعها فرضا. يعني في عندك عدة خيارات عشان توجد الفاي. اول شيء ممكن من خلال العلاقة التالية هاي، يعني تقول ان الفاي عبارة عن مقلوب كوساين، راح يكون عندك ايش؟ زد على رو. طيب عشان توجد الفاي، عشان توجد الفاي او ممكن انك توجدها من خلال فرضا اللي هو عبارة عن بدلالة اللي هو الار والرو. فهذه عبارة عن حولنا الجزئيات من الكارتيزيان الى السفريكال، كارتيزيان الى السفريكال. فلو رجعنا الى المذكرة راح نلاقي ان حصلت على القوانين في السلندريكال، تحويلها من سلندريكال الى كارتيزيان والعكس من كارتيزيان الى سلندريكال. نفس الشيء هنا السفريكال الى السفريكال الى الكارتيزيان او العكس. فاستنتجت المعادلات الجزئية هذه. فبكذا ظل عندي فقط عملية تحويل من سلندريكال للسفريكال، ممكن نخليها في الجزئية الثالثة. فالان رايحين ننتقل الى حل التمارين. كناخذ تمارين خاصة
الجنسية هذه. فخلينا نبدأ في التمرين التالي، يعني convert the coordinate as indicated، عطاك from cylindrical to cartesian، عطاك cylindrical وطالب منك الكارتيزيان، وهنا العكس عطاك الكارتيزيان وطلب منك cylindrical. فخلينا نشوف هذه الجزئية شباب. طيب هذه الجزئية لاحظ أن أعطاك ذكر لك convert the coordinates as indicated، أعطاك ال theta، أعطاك ال r وأعطاك ال theta وأعطاك ال z، وطالب منك الكارتيزيان. أول هذه الخطوات إنك تعملها إيش؟ إنه أعطاني الـ R وأعطاك الثيتا وأعطاك الـ Z، عليك إنك تحولها لإيش؟ يعني فرضا لو أخذنا بس السؤال بين من جزئية هذه شباب عشان يكون واضح بالنسبة لي. فأعطاك الـ R أعطاك الـ R وأعطاك الثيتا وأعطاك الـ Z، طيب وطالب منك أنك تحولها للكارتيزيان، حولها للكارتيزيان، هي الـ X الـ Y والـ Z. طيب كيف راح احصل على الـ X والـ Y والـ Z؟ الـ X هو عبارة عن ايش؟ R cosine theta. طيب عوض، كم قيمة الـ R؟ هي 3، راح اعوض 3 يعني ضرب، يكون عندك cosine كم theta هنا؟ 3 باي على 3، يعني باي على 3، وتحسب يطلع لك الناتج. نفس الشيء بالنسبة للواي، هي عبارة عن R ساين ثيتا، راح أعوض هي 3 في ساين باي على 3، راح يطلع لك الناتج. طيب الزد هي مساوية للزد، الزد هي تساوي الزد، فإذا مساوية لكم قيمتها؟ سالب 4، فراح أحط سالب 4 فقط، خلاص كده أكتفي إني حصلت على الـ X وحصلت على الـ Y وحصلت على الـ Z. طبعا تستخدم الآلة الحاسبة لاستنتاج هذه الجزئية. طيب المثال اللي بعده طالب مني العكس، طالب مني العكس، فرضا الفقرة هذه من كارتيزيان السلندريكال، طيب في الجزئية هذه أنا عندي سالب 2 و 2 و 3، طالب مني أحولهم إلى سلندريكال يعني الـ R والثيتا والزد. طيب كيف احصل على الار؟ بشكل مختصر ان الار هي عبارة عن ايش؟ تساوي جذر الاكس تربيع زائد الواي تربيع. طيب لان هذا عبارة عن هذا الاكس وهذا الواي وهذا الزد، راح أعوض فيقول عبارة عن جذر سالب 2 تربيع زائدا 2 تربيع، بيعطيني القيمة، يعطيني القيمة
يعني هنا عندي 4 زائد 4 الجذر راح تحصل عليه بالتالي. طيب طالب مني نفس الشيء ثيتا، ثيتا هي عبارة عن مقلوب التان الواي على الاكس، تعوض مقلوب التان الواي كم قيمتها باثنين والاكس هي عبارة عن سالب اثنين. لاحظ لو ضغطت عبارة عن شيفت تان سالب اثنين راح يكون عندك الناتج عبارة عن يعني سالب 45. بإمكانك بهالجزئية هذه ومثل ما وصلنا بالقيمة هذه عبارة عن يعني 3 باي على 4 لو كان بالنظام الدرجات أو نظام الراديان راح يكون عندك ناتج. فثلاثة باي على 4 هي عبارة عن 45. طيب في الجزئية هذه ظل عندي الزد، الزد هي مساوية للزد، الزد هي مساوية إلى الزد. فراح يكون عندك الناتج عبارة عن إيش؟ عبارة عن 3. فهنا لو نلاحظ شباب أن ظهر عندي هنا سالب 45، طبعا كزاوية بإمكاني إذا كان بالسالب أعمل عملية تصحيح بحكم أنه راح يكون عندي في الربع الثاني، راح يكون عندي في الربع الثاني. ليش؟ لأن الإكس هنا سالب والواي موجب، فإذا أخذنا نظام الإشارات هنا فرضاً الإشارة الموجبة، الإشارة الموجبة، هنا سالب موجب، هنا سالب سالب، هنا موجب سالب. فعندي الإكس والواي، الإكس سالب والواي موجب، فبيكون في الربع الثاني. أعطاني الزاوية سالب 45 علشان أصححها، فراح أزود 180، فبيكون عندك الزاوية يعني الثيتا المصححة هي عبارة عن 135 بعد ما زودنا 180 على سالب 45، حصلت على 185، لأن بحكم أن الزاوية ثيتا هي الزاوية من المحور الإكس إلى هذا عبارة عن الزاوية ثيتا المصححة. فطبعا في الاختبار ما راح أطالب بالزاوية المصححة، راح أطالب بالقيمة اللي تظهر عندك في الحسابات، قيمة اللي تظهر عندك في الحسابات. فبهذه الجزئية شباب إن راجعنا المحاور الكارتيزية والمحاور الأسطوانية والمحاور الكروية، وعرفنا عملية التحويل من نظام إلى آخر إن كان من كارتيزيان سيلندريكال أو سيلندريكال كارتيزيان، ومن سفيريكال إلى كارتيزيان وكارتيزيان إلى سفيريكال. وخذنا مثالين، مثال رقم 1 ومثال رقم 2. فظلت عندي شباب هي التحويل من سيلندريكال إلى سفيريكال والعكس، ونأخذ بعد كده ورقة عمل ونأخذ إن شاء الله مسائل حسابية خاصة في الجزئيات عمليات التحويل. فبيكون عندي أول ورقة عمل إن شاء الله في هذه الوحدة، راح نبينها إن شاء الله في الأيام الجاية. فشاكر لكم إخوان استماعكم وتسجيلكم الملاحظات، وإن شاء الله نلتقيكم على خير في لقاء ثاني.